وبما أنه حطينا عنوان الذكاء الاصطناعي للسنة الجديدة، فبفقرة زوم إن يلي منتعرف فيها عادة على تطبيقات ومواقع مفيدة، اليوم رح نحكي فيها عن أهم أدوات الذكاء الاصطناعي يلي ممكن تفيدكم للسنة الجديدة بمختلف المجالات، والأهم إنها رح تكون مجانية. ويلي رح يخبرنا عن كل هالتفاصيل هو صانع محتوى تقني تعليمي، محتوى يلي بيحكي فيه عن الذكاء الاصطناعي وبيقدم فيه فيديوهات تعليمية بأسلوب بسيط ضمن هالمجال وصله للعالمية، فصار عنده ملايين المتابعين. خلوني رحب بضيف استوديو تك لهالاسبوع عبيدة كوراني اللي صار معنا عبر سكايب. مرحبا عبيدة، مساء الخير. مساء النور، كيفك؟ شو اخبارك انسن المين؟ تمام الحمد لله. الحمد لله نورتنا. خليني بالبداية أسألك، بما أنه عم نحكي من أول حلقة عن الذكاء الاصطناعي وقده هو طاغي على المشهد التقني هالسنة، قده صرت عم تعتمد على الذكاء الاصطناعي بشغلك أو بصناعة المحتوى؟ إذا بتعطيني هيك نسبة. تمام، أول شيء طبعاً بداية بتشكر كتير، بتشكر أكيد هذا البرنامج الرائع جداً على قناة سما الفضائية، واحد من البرامج اللي أنا دائماً بتابعها وبواكبها في كل الشغلات اللي عم تنزل. اليوم طبعاً عم بتقدموا شغلات كتير حلوة متطورة في مجال التكنولوجيا ومنها أكيد الذكاء الاصطناعي. شكراً. بالنسبة شكراً طبعاً على هذا المجال، طبعاً بنسبة تقريباً بداية كانت عبارة عن نسبة 10% 20% بصناعة المحتوى، ولكن اليوم نسبة خطت تقريباً 70%. أنسن أرمين، صار فينا اليوم نحن نكتب سكريبت عن طريق الذكاء الاصطناعي، صار نحن اليوم فينا حتى نخلي الذكاء الاصطناعي يحكي هذا السكريبت إذا نحن منحب، وبصوتنا كمان إذا نحن منحب، وبدون حتى داعي أنه أنا أرجع أسجل صوتي من أول وجديد. وأيضا كمان اليوم صار فيني خلي الذكاء الاصطناعي حتى هو أنه هو يصور عني كمان الفيديوهات طبعا اللي بدي إياها، ومو بس هيك، كمان بخلي الذكاء الاصطناعي أنه هو يحكي عدة لغات لحتى يصل طبعا المحتوى تبعي لجمهور أوسع في مجال طبعا التعليم والتكنولوجيا. صحيح. هلأ ليك، نجم أدوات الذكاء الاصطناعي وتشات جي بي تي كل حدا بسوريا حاول يوصل له أو يجربه ما عم يقدر. خبرنا أكثر، كيف بنقدر نعمل أو شو بنقدر نعمل ليشتغل تشات جي بي تي عنا؟ تمام. هلا بداية طبعا رح خبرك بشغلة كتير حلوة. اوبن اي اي او الشركة المؤسسة لشات جي بي تي حاليا صار فينا نحن ندخل على شات جي بي تي بدون رقم خارجي ابدا، صار نحن فينا ندخل على شات جي بي تي عن طريق طبعا ايميل جيميل او اي ايميل نحن بدنا اياه، طبعا بنفوت عليه بشكل بسيط جدا وبدون حتى الداعي انه يكون عندنا رقم خارجي طبعا، ولكن لازم يكون عندنا في بي ان لحتى طبعا نحسن نفوت على هذا الموقع. ايمت هذا الشيء حيصير؟ لا، هو تم تطبيقه هذا الامر تقريبا من خلال اسبوعين، فهذا خبر كثير حلو للعالم اللي كانت حابه تدخل على شات جي بي تي وللاسف ما كانت عم تحسن هذا الموضوع. اليوم طبعا تم تطبيق هذا الامر وصار فينا نحن نفوت عليه بحساب جيميل عادي، طبعا فورا فينا نفوت عليه، ولكن طبعا قلت لك انه بيلزم في بي ان. كمان في نقطه كثير مهمه لازم ننوه لها، اليوم صار في عندنا شات بوت عن طريق التليجرام، اذا نحن بنحب انه نحن نتحدث مع شات جي بي تي كمان في عندنا طبعا شات بوت قوي جدا في هذا الموضوع، كمان بدعم شات جي بي تي 4. تماما. هلا انت عبيدة محضر لنا شويه ادوات لتقترحها على المشاهدين، شو اول شيء او اول اداه انت بتقترحها؟ هلا صراحة أنا من المواقع اللي كتير حلوة واللي كتير عم بستخدمها بصناعة المحتوى واللي طبعا قدمت لي كتير في مجال مسيرتي طبعا بهذا المجال، هو موقع طبعا هاي جين. هو من المواقع الرائعة جدا، طبعا هو بيعطيكي في البداية مجموعة من المحاولات المجانية اللي فينا أكيد نحن نستغلها لحتى نشتغل فيها على صناعة المحتوى تبعنا. كل إيميل بيعطيكي على أساسه طبعا مجموعة من المحاولات المجانية. بكل بساطة طبعا صار فيني عن طريق هذا الموقع أنه أنا ولد صوتي، صار فيني أكتب سكريبت هو طبعا يحكي بصوتي، صار فيني سجل فيديوهات فيديو واحد فقط وهو لحاله طبعا ببلش انه يطبق هذا السكريبت على الفيديو تبعي وبدون الحاجه للمونتاج والتصوير مره اخرى. طبعا صار يتم انشاء فيديوهات قويه جدا بنفس تماما الكواليتي اللي صورت فيها اول مره. تمام. مين ممكن يستفاد من هاي جين؟ شو بتفرق النسخه المجانيه عن النسخه المدفوعه من حيث الميزات مثلا؟ هلا صراحة ما شفت كثير فرق كبير، ولكن هنيك انت بتحسي طبعا تضلي بنفس الحساب اللي انت عملتيه بنفس الايميل تبعك انه انت بتحسي تعملي فيديوهات بشكل اكثر، ولكن طبعا نحن اليوم فينا نعمل اكثر من ايميل، امر جدا بسيط وبيعطينا هو عدد محاولات مجانية، فكأني انا حاليا اشتركت في الموقع. تمام، يعني هو خيار جميل للأشخاص يلي حابين يصنعوا محتوى بس ما حابين وجههم يظهر، حتى ممكن إن كان المعلمين يستفادوا منه إذا حابين يقدموا محتوى تعليمي بدون ما يصوروا حالهم. تماماً أسن أربين، حتى فيه أنه أنت فيك تحكي أكثر من لغة، هذا أمر جداً رائع. ناس مفاجئين بطريقتي اللي أتكلم،
لكن علاقتي بـ relationship with them is it's we are not friend or home friend. خلينا نتعرف على الأداة الثانية اللي محضر لنا إياها. طبعا في عندنا أداة ثانية طبعا Runway هو واحد من المواقع حاليا كتير قوية بتحريك الصور. نحن اليوم طبعا صرنا نشوف بنهاية 2023 هذا الأمر صار طبعا حقيقي. كنا بالبداية نشوف هذا الموضوع ولكن هذا الأمر صار حقيقي. Runway واحد من المواقع العالمية جدا وأيضا طبعا فيها إصدار مجاني لنا فينا نحن نستخدمه إنه صار فيها تستطيع طبعا إنه هي تحرك صور. وايضا طبعا غلبت كثير مواقع منها طبعا موقع بيكا هو من المواقع كمان كثير قويه بتوليد الصور وتحريك الفيديوهات ولكن موقع رانواي حاليا مسيطر جدا في هذا المجال وايضا هو مجاني. بدك تخبرنا عن اداه تسمح بتوليد الصور من النص كوبايلوت صح؟ كلنا عنا اكثر. تمام طبعا كوبايلوت واحد من المواقع حاليا بشفناها طبعا بنهايه 2023 هي تعتبر واحد من المواقع العالميه والقويه جدا والمجانيه بشكل تام طبعا بتوليد الصور. انا شفت النتائج تبعها بتقارن موقع عالمي جدا وهو موقع مدفوع طبعا موقع ميد جورني. هون نحن عم نولدها بشكل مجاني وطبعا العالم كثير بلشت تشتغل على هذا المجال مجال توليد الصور والتصميم فايميج جريد عن طريق طبعا موقع كوبايلوت هو مجاني بشكل تام وفينا نستخدمه وانا برايي هذا حاليا اقوى موقع في هذا المجال من المواقع المجانيه طبعا التي تستخدم توليد الصور. تماما. هلا في مشكله بنسمعها عن ادوات توليد الصور كان او الفيديوهات حتى باستخدام الذكاء الاصطناعي طبعا انه في مشكله بتظهر بالاصابع شكل الاصابع بيجوا مثلا ملزوقين او في اكثر من خمس اصابع حتى الاسنان حتى كمان في مشكله يمكن هي بالكتابه انه اذا طلبت منه مثلا بدي صوره عليها كتابه معينه فبيطلع لك احرف عشوائيه. هل هي المشكله موجوده بكوبايلوت؟ هلا طبعا تم حل مشكله الاصابع. مشكله النصوص حاليا لسه ما كثير قويه فيه. الموقع طبعا ميتروني موقع عالمي هو موقع مدفوع حل هذا الموضوع صار في عندي نصوص فيها ولكن فيني اقول لك انه في عندنا موقع اسمه ايزون هو من المواقع القويه جدا اللي طبعا فيها نكتب نص وبيولد لي اياه بشكل مجاني وبيولد لي الصوره بشكل مجاني وطبعا قريب كثير لموقع كوبايلوت اللي هو طبعا تابع لمايكروسوفت او مايكروسوفت بينج طبعا. اوكي نستعد لنا اسمه للموقع اللي بيعطينا الاوامر. ايزون هو واحد من المواقع العالميه التي تستخدم النصوص وتوليد الصور. كان شات جي بي تي في شركات ثانيه كبيره مثل جوجل وحتى مايكروسوفت قدموا كمان روبوتات دردشه خاصه فيهم، جوجل عندها بارد ومايكروسوفت كان عندها بينج شات ولا غيرت اسمه لكوبايلوت. اذا بتحكي لنا اكثر عن بارد وبعدين بدي اياك تقيم لي اياهم هن الثلاثه. تمام هلا فعليا بارد حاليا باصدار جيميني اي هو واحد من المواقع القويه جدا في توليد نصوص وطبعا بالاصدار النهائي اللي هو اصدار برو طبعا صرح انه هو صار فعليا اقوى من شات جي بي تي 4 في الحاليه طبعا باللحظه الحاليه. تمام ولكن فعليا انا بعد ما عملت تيست لهذا الموقع وتيست لموقع بينج وتيست لموقع شات جي بي تي طبعا بالنسخه المدفوعه طبعا لقيت انه احسن موقع حاليا واللي بولد نصوص بشكل منطقي. تخيلي انا سنرمين انه انا اليوم بحسن احكي مع موقع شات جي بي تي باتصال هاتفي، هذا الامر جدا رائع. اليوم نحن صار فينا نولد طبعا نصوص باتصال هاتفي بيني وبين شات جي بي تي، فانا برايي طبعا اقوى موقع حاليا وما بستغني عنه ابدا من موقع شات جي بي تي بالاصدار الاخير له، وطبعا بعده فورا بيلحق موقع بينج وهو واحد من المواقع القوية جدا والمجانية وطبعا بالترتيب الثالث جوجل بارد. ما بعرف إذا راح يفاجئونا بعدين بطبعا جيميني آي ولكن حاليا هذا هو الترتيب الفعلي طبعا بعد ما أنا استخدمت ثلاثة قارنتهم مع بعض. تماما. يمكن المشكلة الأساسية اللي بتواجه الناس لما يتعاملوا مع روبوتات الدردشة مثل تشات جي بي تي مثلا هن إن ما بيحصلوا على النتيجة يلي بدهم إياها. هلا أحيانا بيكون المشكلة من الروبوت نفسه بس أحيانا بيكون في مشكلة بالأوامر النصية يلي أنا بكتب له إياها. شو نصائحك بهالخصوص؟ كيف بكتب طلب من تشات جي بي تي أو بارد أو غيره ليعطيني النتيجة المطلوبة مثل ما بدي؟ وممكن الموقع اللي ذكرته سابقا آي برومت يفيدني بهالموضوع؟ اول شيء طبعا بتشكر كثير على السؤال لان هذا السؤال كثير بواجه عالم. بدي نوه لشغله، دائما الاجابه اللي بتحصل عليها من مواقع الذكاء الاصطناعي بيكون سبب سؤالك، يعني اذا كان الاجابه خاطئه فاعرف انه السؤال اللي انت سالته اياه ما عم بيكون مفهوم بشكل صح لهذا الموقع. لذلك الامر طبعا صار في عندنا شيء اسمه هندسه الاوامر، صار في عندنا علم كامل بهذا الموضوع، كيف نحن نحكي مع الذكاء الاصطناعي بطريقه صح لحتى نحصل على جواب صحيح.
ولكن طبعا رح نوه لنقطة كثير مهمة ممكن أغلبنا نحن نتصرف فهن النقطتين فعليا. ممكن أنت لما بدك تسأل الشات جي بي تي أو بدك تسأل أي موقع مواقع الذكاء الاصطناعي اسأله بكلمة تصرف كأنك خبير، تمام؟ تصرف كأنك خبير مثلا في مجال التصميم وأخبرني عن قواعد التصميم أو أخبرني عن النسبة الذهبية أو إلى آخره. يعني هذا السؤال طبعا لما نقول تصرف كأنك خبير هذا الشيء طبعا بيقوي الداتا رح يعطيك إياها وبيقوي المعلومات. أيضا طبعا شغلة كتير حلوة هذا طبعا داخل هندسة الأوامر أنه نحن فينا نقول له صنف الإجابات اللي رح تطلع معي ضمن عناوين وفقرات. هذا الأمر جدا مهم. في شيء أنا بستخدمه يعني حابة أنصح فيه المشاهدين إنه لما أتعامل مع روبوتات الدردشة بكتب له إذا في شيء مالي فهمانته بكتب له اشرح لي وكأني في الخامسة، فهو بقى بيشرح لي القصة بالتفاصيل وببساطة كاملة، يعني مستحيل ما أرجع أفهمه. ممتاز، فهي استخدموها. ختاما عبيدة، بما أننا نحن على أبواب السنة الجديدة وأكيد 2024 رح تكون غنية بشكل أكبر بالذكاء الاصطناعي، شو بتحب تقول لمشاهدينا لتحكي لهم عن ضرورة أن يكون عندنا معرفة باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي خاصة على السنة الجديدة؟ طبعا بدي نوه لنقطة. اليوم نحن صرنا نشوف بأغلب وظائف العمل أو بشواغل العمل صار ينحط بالبوزيشن تبع المطلوب طبعا لازم يكون عندك خبرة بالاي اي او بالذكاء الاصطناعي. هذا الامر صرنا نشوفه باكثر من مجال وباكثر من طبعا شاغل. اليوم نحن عدم معرفتنا للذكاء الاصطناعي اذا نحن فعليا خارج تماما اللعبة، خارج تماما مفهوم الوظيفة اللي نحن رح نقدم لها. اليوم الاي اي هو مساعد شخصي لنا، هو ما رح يغني طبعا، هو ما رح عفوا يلغي دورنا، ولكن هو مساعد لنا، هو مساعد طبعاً بيؤدي الشغلات الروتينية اللي كنا نحن نعملها سابقاً. اليوم بوجود الذكاء الاصطناعي صار فينا نولد نصوص احترافية، صور، فيديوهات. أنا اليوم طبعاً ما بستغرب أبداً رح نشوف بالأيام القادمة مسلسلات طبعاً عم بيكون تجهيزها عن طريق الذكاء الاصطناعي، أفلام كبيرة عن طريق الذكاء الاصطناعي بدون حاجة للتصوير وبدون حاجة للمونتاج وغيره. فاليوم الذكاء الاصطناعي هو شيء أساسي طبعاً، مثله طبعا. ودخل ايضا الذكاء الاصطناعي دخل اليوم مجال الطب. اليوم في مجال الطب نشوف الذكاء الاصطناعي في مجال مثلا المعاينات صار فينا نحن نسال الذكاء الاصطناعي فهو يعطينا اجابات منطقيه على اي شيء نحن عم نعاني فيه، بعكس جوجل كنا نفوت عليه للاسف نلاقي نتيجه ما هي منطقيه. فلذلك دخل على كل مجالات الحياه. اليوم الذكاء الاصطناعي يجب مواكبته ويجب دائما ان نحن نعتبره مساعد شخصي لنا لحتى طبعا نتقدم في عملنا ونكون رقم واحد دائما باي شيء نحن ان شاء الله رح نقدمه. صحيح. بدي اتشكرك كثير عبيده كوراني، واكيد بدي اتمنى لك مع اخر ايام 2023 انه تكون هالسنه سنه خير عليك وعلى كل مشاهدينا بحلب. شكرا.